تفارقني روحي يا أبا عبد الله؟ قال إذن اعلم يا هذا أني أقف على جسد ابني هذا يوم العاشر من المحرم وقد قطعته السيوف إربا إربا. أنت تدري لو لا أن الإمام السجاد عليه السلام يوم وارى الأجساد اثنين ما قدر يحملهم، وإنما وضعهما في وين؟ في بارية، أبوه الحسين وأخوه علي الأكبر. متناثر الأعضاء، متناثر، مقطع إرب إرب. ولهذا لما جاء يستأذن عند الحسين عليه السلام يقول الروايات اختنق الحسين بعبرته، ما استطاع يعطيه رخصة مباشرة، وأرخى عينيه بالدموع ونادى اللهم اشهد على بني أمية، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك ونجيبك. شنو سوى حسين؟ جاب علي الأكبر إلى وين؟ قال أنت ما تروح إلى المعركة بشكل مباشر، أنت شخصية يجب أن تقام لها مراسيم وداع خاصة على مستوى البيت النبوي. فنادى على النساء فأحدقن النساء به من كل جانب ومكان، أنها لموني وداع شبيه رسول الله، هذه تقبل يده، هذه تقبل رأسه، هذه تقول يا علي ارحم غربتنا، تلك تنادي يا علي لا طاقة لنا على فراقك. أما واحدة من النساء فعلت أمرا عجيبا، هرولت إلى الخيمة وجاءت بابنها الصغير وقالت أبا عبد الله اجعل ولدي فداء لعلي ولا يروح علي الأكبر. يمثل قيمة عالية جدا، يذكرهم بالنبي صلى الله عليه وآله، بصوت النبي صلى الله عليه وآله، بأخلاق النبي. إلى أن انتزعه الحسين انتزاع من بين النساء وجاء به إلى وين؟ إلى خيمة السجاد حتى يودعه إمام ثاني، إمام معصوم آخر. شوف عظمة هذه الشخصية. دخل مجود علي الأكبر وياه أخت زينب، وإذا السجاد بأبي وأمي مغشا عليه. قال أخي زينب أيقظيه، فتح السجاد عينيه فرأى الحسين، قال عم زينب سنديني، هذا ابن رسول الله حاضرا عندي. ثم أشار الحسين إلى ولده علي الأكبر أن ودع أخاك السجاد. تصور يا أي المشهد، نزل علي الأكبر احتضن السجاد إلى صدره، السجاد فتح عيونه في عين أخيه، أخي لماذا تودعني؟ قال إنه الفراق يا أخي، أنا نازل إلى ساحة المعركة. تقول الرواية فأخذ السجاد يضطرب حتى أغشي عليه في صدر أخيه علي الأكبر، ونزل إلى المعركة يخوض فيهم يضرب فيهم قدما قدما حتى تعجب القوم، أعلي بن أبي طالب خرج من قبره لنصرة ولده الحسين؟ جاء ابن سعد أخذ يشرف وإذا به يقول لا هذا والله ابن ليلى، هذا علي الأكبر. تقول سكينة كن جالسات واقفات أمام الخيمة نتصفح وقائع المعركة في وجه أبي الحسين، أنا وعمتي زينب وليلى، والحسين ينادي إيهن ولدي علي، ذكرتني بحملات جدك أمير المؤمنين، مستبشر مشرق الوجه. ساعة وإذا انقلب وجه الحسين وتغير، فأمسكت ليلى بيده أبا عبد الله أصيب ولدي بسوء. قال لا يا ليلى، وإنما برز إليه رجل يخاف منه عليه، لا لأنه أقوى، لا لأنه أكثر بطولة، بل لأنه مدرع بالحديد مرتوين شبعان، معه ألوف. أما علي الأكبر 3 أيام ما شرب ماء. ادعو الله يرد علي ولدي، فقط أتزود منه، النظرة الأخيرة فقط أبا عبد الله، مو للسلامة، فقط أتزود منه، اشتقت إليه. قال لا أحرك ساكنا، ادخلي الخيمة
واسأل الله عز وجل يرجع عليك ولدك، فإني سمعت جدي رسول الله يقول دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. ليلة رجعت لله والقلب لهفان تنادي يا إلهي بحرمة العطشان، علي الأكبر وحيد بخطة الميدان، أريدك سالم تعود علي الحين. طبت خيمتها الغريب وتوسلت لله بحبيب، وحسين ويش ما بيه مصيب، يا راد يوسف من مغيب، اليعقوب ومسك النحيب، أريدك علي سالم. من جلت الغبرة إلا وعلي الأكبر، قد جد لبكر بن غانم على بوغاء كربلا، ورجع إلى الحسين أبتا حسين صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. أبا عبد الله إذا رجع الفارس منتصر ألا يعطيه القائد وسام؟ أي وسام تريد يا علي الأكبر؟ قال يا أبويا قطرة ميا الكبدي أتروى ورد للميدان، وحدي يا أبويا انفطر قلبي وحاد، جدي العطش والشمس والميدان والحر، دركني يا أبويا وجيب لي قطرة مية، رفرف على راسي ترى طير المنية. يا حسين يلي من تمسك بيك ما خاب، يا مقصد الوافد وضنوة داحي الباب، أريد قطرة ماي قلبي من العطش ذاب. ضمه الحسين إلى صدره، الآن تلقى جدك رسول الله يسقيك بكأسه الأوفى، بني ادخل على أمك وإلا فارقت الحياة. دخل وإذا ليلى تنادي إلهي بعطش الحسين أمه أنا سالم. قامت مهذلة ضمته إلى صدرها، جلس يؤنسها قليلا، وإذا بمنادي القوم ينادي أين أنصارك يا حسين، أين أبطالك يا حسين، والحسين ينادي ألا من ناصر ينصرني. أراد يقوم علي الأكبر، تشبثت بثيابه، قال أمه دعيني، غدا تأتي أمي، غدا تأتي أم البنين برأس عمي العباس لأمي الزهراء، تأتي أم القاسم برأس القاسم، حتى الرباب تأتي برأس عبد الله، أنت من تقدمين أمه؟ قالت بني أنت عزيز لكن أباك أعز، أنا فقط أردت أن أتزود من هذا الجمال من شمائل رسول الله، امشي أمامي أتودع منك. يا ابني عليك المصطفى خالع جماله، واهب لك الكرار صلاة وفعة، ومن الحسن عمك يا بعد أهلي نوالة، وقصر العمر من فاطمة والإبا من حسين. زفه الحسين إلى المعركة وهو يهرول معه، نادى بني علي سلم على جدي يا رسول الله، سلم على أبي علي، سلم على أمي الزهرة، سلم على أخي الحسن، قل لهم خلفت أبي الحسين وحيدا غريبا في كربلاء. أخذ يخوض فيهم يمينا وشمالا، قلب عالي هسافلها بلطفوف
أبو حسين في الميدان مصوف، وعم الحسن والعباس لزهر تموج الخيل من يقبل عليه. تقول الخيل أبو الحسن دق هذا الورى وهذا لديها، امساميها وسيفها يلحق الفار، عقب ما شرق الهامات والطاس اجت ضربة العبد على الرأس. ما نزل من صهوة جواده إلا مقطع بخنجر هذا ورمح هذا وسيف هذا. تري الحسين ماذا فعل؟ يقول حميد بن مسلم جاء الحسين مسرعا إلى أن وصل إليه، انتظرنا ينزل الحسين وإذا رأينا لا أمر آخر، أخلى رجليه من الركاب ورمى بنفسه من على صهوة جواده متمددا بطول عليه. إيش قد الكلمة موجعة على الدنيا بعد كلافة. تقول الرواية وضع خده على خده، إيش قد موجع هذا الموقف. تعرف الرواة يقولون ما ارتفع نحيب الحسين في مصرع إلا هنا هنا، حتى زينب سمعت نحيب الحسين من عمق المعركة، قالت بني علي أسمع نحيب يشبه نحيب أبيك الحسين. أصاخ السجاد ارفعي طرف الخباء عم زينب، رفعت وإذا يسمع صوت أبوه يقول وهو ولده هو عليا. قال عم زينب عم زينب أدركي والدي الحسين فلقد تمدد بطول علي الأكبر. أهل المعرفة يقولون أن الإمام السجاد خشي بأن تفارق الحسين روحه مع روح علي الأكبر. يقول حميد بن مسلم حميد بن مسلم يقول كنا وقوف إذ خرجت من بطنان المخيمات ولا طلعت زينب أبدا في أي مصرع حتى مصرع العباس سلام الله عليه. ها ليش طلعت في هذا المصرع؟ خوفا على الحسين. واضعة 10 أناملها على رأسها تنادي وولدا هو عليا. يقول سألت اللي جنبي هذه من هي أم ليلى؟ قال لا لا هذه عمته زينب. غلاوة علي الأكبر، لكن لما طلعت زينب الحسين رجع راس علي الأكبر على بوغاء كربلا وهرول إلى زينب واحتضنها وخي تخرجين وأنا حي. قالت لا تلمني أبا عبد الله فلقد قطعت نياط قلبي وأنت تنادي على الدنيا بعد كلافة، ما سمعت منك قبل هذه. أرجعها ورجع إلى علي الأكبر وإذا يشوف موقف من علي الأكبر غريب، طالع يمين وهو في الرمق الأخير يبتسم، طالع شمال وهو يبكي. يقول بني ماذا تفعل؟ قال صدقت سيدي أبتا حسين، عن يميني جدي رسول الله، جدي علي، عمي الحسن سقوني بكأس أوفى، لكن إذا طالعت شمالي رأيت جدتي فاطمة تنظر إليك وتنادي وولدا. وقف يتأملهم قطع ترها مقطع إربا إربا، من قطع وصالك بسيفة يا علي يا ابني، بعدك على الدنيا العفا فرقاك شي يا ابني، أكبر يا نور العين يا معفر شيبتني يا ابني وخليت القلب ما يفطر
ابني شقول العمتك لو سايلت عنا وليلة الحزينة ترتجي ما آيست منك. أنا ما أقدر أقول لهم علي مطروح في الرمضة حاول الشيء علي الأكبر لو لا راديح من جثة ابنه من الثرى لكن تحيار لأنه مقطع وضار بسيوف وبطعنات خنجار. قال ما أقدر أشيلك يا حبيبي والله ما أقدر. خل أنادي عمتك زينب تشيلك شان تقدر. يلا مقطع الدعاء حبيبي معنا نواسي الحسين في مثل هذه الليلة العظيمة. انت تتصور لما رجع الحسين وعلي الأكبر على صدره عيون زينب وين؟ وين تكون عيون زينب؟ عينها مركزة على صفحة وجه الحسين تريد تشوف عظم وحجم المصيبة على وجه الحسين شلون. خلنا نسأل زينب الشانت تنظرة شلون وجه حسين وولده على الصدر. زينب شلون الشهيد شلون حاله شلون هرول للولد وشلون شاله. اسمع جواب زينب كنا بجواب الوديعة وكل هلهفة لازم أول تسألون شلون لفة. يا كوكبا ما كان أقصر عمره ويسألوني عن الساجد يوم دفنه يشيل صوب وصوب ثاني يطيح منه. اللهم كن